سنبغيكم تفوزوا. السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لبس عليكم هاني، نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم تشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم في قناه بنت ماما هنيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. تقول لي ثاني فين غدا بينا الصباح هذا؟ فين لابسه وغدا بينا؟ اليوم غادي نديكم معايا ثاني للسوق، خاصني شي حاجه من السوق. وغدا قلت له علاش لي ما نديكمش معايا تفوجوا شويه الدوره شويه، خصوصا بالنسبه الناس ديال الجاليه راه محشين هاد الاجواء ديال السوق. دابا راني غادا نمشي حياتي على قفسي يما جد راسي. كانت عندنا الشتا، شوفوا الاجواء ديال من بعد الشتا كيفاش يكون، تيكون تتبرق واحد الشميشة، تيكون واحد الجو زوين. غنوقف هنايا نتسنى بعدا سميتها، نتسنى كروسة. يوم السوق راه تتكون الدنيا عامرة هنايا بالكرار. أول مرة تنخرج مع طلال السوق، دائما ما نمشي مع ديك الثمانية ونص تسعود نمشي للسوق. اليوم تعطلت، ايوا كل كيف ما قالت ماما هنية كل خيرة فات، كلتو خيرة فيها خيرة. ولكن راه الحالات ديال الجو كاينة حالات الشتا. نتمناو يبقى الجو زوين، تنصور لكم شوية. يلا لقيت كروسة، دابا راني غادا للسوق والجو راه حالات الشتا. الدنيا راه مغيسه، الله يعلم كي عندير تندوز ملي تصلا بوط لا والو. نتمنى نلقاو شي بلاصه ندوز. ادخل للداخل هذه هي الدخلة ديال السوق. المهم بعدا راه غادي قطعنا شوية على الغيس. صافي دابا انا راه عند الخضار كيف ما قلت لكم، غدا نتقدى الخضره داكشي اللي خاصني، عاد فاش غدا نمشي نقضي داك الحوايج اللي باغا نقضي. وهذيك الساعه راه نتوما غادي تشوفوني اشنو باغا نتقدى. المهم باغا نتقدى شي حاجه ديال البرد. اليوم دخلت معطله السوق، راه عامر تبارك الله. ماشي بريريت وما تقوي السكرة، وما تقوي السكرة منو. المهم دابا راني تقديت الخضرة، خضاري اللي تنتقدى من عندو راه هو هذا. تقديت الخضرة وغادا نمشي نقضي داكشي اللي قلت لكم باغي نقضي ان شاء الله، غنديكم معايا تاني. المهم هانتوما مفوجين معايا في السوق تاني، غنبغيكم تفوجوا. ندوز من هنا، ندوز من البلاصه اللي ما فيهاش، البلاصه اللي ما فيهاش الغيص، هي اللي هما فاش ندخل السوق تكون الدنيا خاويه تنصور في خاطري. ولكن دابا الدنيا عامر ندير. لا لا عندي تقاش. وي وي على هاد البلاصه شحال مغيصه. الدنيا مغيصه هنايا، دا كنطيح. بسم الله. هنا راه كاينين مالين الصنادل ديال الميك. عاد تقولوا اش جيتي ديري هنايا عند مالين الصنادل ديال الميكا؟ باغي نشري بوط يا لالا، ما عنديش بوط، عنديش بوط باش ندخل السوق.
انتو خارجين موديلات ديال هاد البوط، كاين هادو مزوقين، هادو غير سامبل، هادو بالنسبه للرجاله. هاد المزوقين هما ديال العيالات. اليوم بقى سنقلب على سميتو على بوط. حنا كاينين مالي الحصير، غندخل من هنا من وسط مالي الحصير. اللي بغى شي حصيره لاقاش حدا مالي الصنادل ديال الميكا، كاينين الحصاير. قلت نصور لكم شويه ثاني هنايا. المهم هانتو انا جيت عند السيد اللي تنشري من عنده الصنداله ديال الميكا، ودابا لقيت عنده هادوك البوط. انا غنوريكم الالوان. هاد اللون انا ما عجبنيش، هاد الخضر ما عنديش معاه بحال هاد الموديلات. كاين هاد اللون وكاين هاد اللون، هذا ما عرفتش واش يبان لكم مزيان ولا لا. انا غدا نختار هذا هو اللي غدا ناخذ. المهم كاينين ثلاثه ديال الالوان، كاين واحد اللون واحد اخر فيه الحمار، فيه الليموني، فيه هذا ما عجبنيش. المهم انا عجبني هذا اللي وريتكم. انا لبسته في رجلي، جا قدي. المهم الشو هو هذا اللي خديت انا. انا لبسته هنا في السوق صافي، مع كاين الغيث بزاف وحالات الشتا، قلت من الاحسن لبسه هنا في السوق ونمشي لابسه. فرحت بيه، درت بحال الدراري الصغار. دابا دزت من هنايا من بلاصه الرحبه ديال مالين الزرابي ومالين سميتهم تيبيعوا جلالب. المهم انا نوريكم جلالب. ما كانتش بلاد، رانا مخلصه الظروف. نقول لك راني نفهم. سرح هذيك واحد شويه. ما راه حطوا لي حره. الا ما كانش كلشي صوف، رانا مخلصه بالظروف. صبريني انا وياك. تسميه الحيك، كاين اللي تيسميه بطانيه، كاين اللي تيسميه لعبانه. انتو راه في الالوان. هادو زريبيات هنايا. شكرا لشي حاجه. المهم هنايا صورت لكم امين، صورت لكم شويه هنا عند مالين الزرابي ومالين البطانيات. هادوك سميتهم ماشي يقولوا لهم ثاني جلالب. هاد الموديل دايرين لا هذا دابا، علاش كالقفطان قندوره دايرينها بحال هكا، دايرين لا الحزام ودايرين معاه البسطام ديال. هابطه كلها بالعقيق حتى لتحت. دابا راه وصلت عند مالي الحوايج هنايا. غادي نمشي نشوف لا لقيت شي حاجه بغا ناخذها ليا. كيف ما تعرفوا دابا راه دخل البرد، خاص ضروري
حوايج سخان. انا ما بقاوش عندي الحوايج السخان قدام، وين دوك اللي كانوا عندي كلهم قدامه. غادي نشوف هنايا الا كاينه شي حاجه، الا كاين شي سروال سراول بتريكواتهم، الا كاينه شي حاجه زوينه. ما كانش حتى السيمانه الاخرى عاده فاش نشري، ماشي مشكل، ماشي حتى السوق راه السوق تيجيبوا فيه حوايج زوينين. المهم دابا انا راه وصلت عند السيد اللي تنشري من عنده، نعزل لقيت شي حاجه ما نعزل، راه غادي نعزلها. ضربت التماره غير هكاك ما لقيت داكشي اللي باغا انا، اللي جيت على قبله ما لقيتش. تقول لك تحس، قلت لكم لما لقيتش حتى السيمانه الجايه. المهم داكشي اللي باغا انا ما لقيتوش. صافي دابا غادي نمشي نكمل تقضيتي ديال سميتو ديال الخضره. بقى لي قزبر ومعدنوس، وبقى لي القرعه الحمراء نكملهم. ايوا نمشي عند امي هنية. داخلين حويجات زوينين، غير داكشي اللي بغيت انا ما لقيتوش. جيب السراول ديال الخيط بسروالو بتريكو، ما كاينش حتى هو، ما بقاش عنده. هنايا راني جيت الرحبه ديال مولين الديسير. غادي ناخذ شويه ديال الليمون وناخذ، المهم داكشي اللي خديت راني غادي ناخذه. انا تناخذ غير الحوايج الرطبين على حساب ماما هنية، مع مابقاوش عندها السنان. شحال ليمون عندي السيري الكبير؟ غير 100. ناخذ واقيلا من هذاك الصغير. البنان شحال؟ 160. الليمون داير 60، الغلا على مسكين، والبنان داير 160. ناخذ شويه البنان وشويه الليمون. كارسي ندوز ولاد هنا الآية. انتو دابا راني خديت سميتو، خديت شويه الليمون وخديت البنان. صافي دابا غادي نمشي عند سميتو، غادي نرجع عند الخضار. هاد الشقفات ودابا صافي كملت القضية ديال الخضرة. غادي نمشي عند القزار ناخذ الحيمات باش نجي نمشي بحالي، راه الجو. دابا راني هزيت تقضية مع مول الكروسة، ما عرفتوش فين داها. صافي راني كملت كل شيء. المهم راني ساليت تقضية، ساليت كل شيء، كاع داكشي اللي كان باقي خاصني راني رجعت تقديته. ودابا راني ركبت في الكروسة، هزيت الحوايج وركبت في الكروسة على ما عمر مول الكروسة، وغادي نمشي ان شاء الله للدار. وغادي نقول لكم بركه غير هنايا. صافي المهم راني صورت معكم اليوم شويه من النهار ديالي. غادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في روسكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، تمنينا الاعجاب ديالكم. اللي عجبكم خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.